فازت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بجائزة أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي بفضل تدشينها للنظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل ضمن جائزة التميز الحكومي العربي التي أقامتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. سيد محمد، بداية نرحب بك ونبارك لكم أيضا فوز مملكة البحرين من خلال هيئتكم الموقرة إلى جانب جهات حكومية أخرى أيضا بخمس جوائز ضمن جائزة التميز الحكومي العربي. هل لك أن تحدثنا حول هذا الموضوع إن تكرمت؟ بداية مسي عليكم بالخير والسادة المشاهدين، والشكر لتلفزيون البحرين على هذه الاستضافة. اسمح لي بداية أن أتقدم نيابة عن معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية وعن جميع منتسبي هيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية بأن أرفع أسمايات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء المقر بمناسبة فوز تطبيق تواصل الذي دشنه سموه. طبعا سمو ولي العهد رئيس الوزراء هو من دشن التطبيق في 2014 للفترة التجريبية، وبعد ذلك تم انضمام معظم الجهات الحكومية كأحد أفضل التطبيقات الذكية في المنطقة العربية. التطبيق يعني يتميز بمميزات كثيرة، أهمها أنه هو منظومة حكومية متكاملة لتلقي الشكاوى والمقترحات. في سهولة كبيرة جدا في إدخال الشكوى، خطوة أو خطوتين مجرد الكتابة أو التصوير، ومباشرة يتحول إلى الوزارة والجهة التي تم اختيارها. ايضا يحول الشكاوى اليا للاداره المعنيه ويتم الرد على الاجراء المتخذ حسب وقت محدد موجود في النظام. امكانيه طبعا التطبيق او النظام باستقبال عدد هائل جدا من الطلبات، وصلنا اليوم لقرابه 175 الف طلب، ومتابعه مستمره من مكتب سمو رئيس الوزراء للطلبات والردود ويتم تقييمها بشكل مباشر. طبعا يعني التطبيق والنظام هو منظومه متكامله، من ضمنها التطبيق في اهداف كثيره، من اهمها انه يتوفر وسيله اتصال فعاله بين المواطن والحكومه، وايضا تعزز سياسه الباب المفتوح وتحقق العداله والمساواه بين الجميع. مثل ما نعرف ان كثير من المواطنين او المقيمين ما يستطيعون الوصول للمسؤول الحكومي، فيعني توفر العداله والمساواه للجميع للوصول وتقديم مقترحاتهم وشكواهم. ايضا تعتبر يعني يعتبر التطبيق اداه فعاله لمعرفه اوجه القصور في العمل الحكومي، يرصد الشكاوى المتكرره وفي حلول جذريه توضع ودائمه بعد ما ترصد مثل هذه الشكاوى. ايضا في هناك استدامه تطوير الخدمات الحكوميه، يتم تغيير يعني في فرق تقوم بتغيير السياسات وتطلبات تقديم الخدمات او تغيير اساليب العمل من خلال النظر للشكاوى وتقييمها ومعرفتها، يعني بمعزل عن حل الشكوى للمواطن في فرق تقيم مجمل الشكاوى. طبعا التطبيق تجاوز كل الوسائل التقليدية من خلال الكم الهائل من التجاوب، نتيجة لسرعة الرد اللي يقوم فيها، وأيضا حفظ للسرية وسهولته والتزام الجهات بالرد، ويوفر يعني سياسة حكومية موحدة في الرد على الشكاوى. إذا تسمح لي ممكن يعني أذكر بس بعض الإحصائيات. النظام تم تدشينه في 2014 فترة تجريبية، والتطبيق في 2016. عند وصلتنا منذ ذلك الوقت 175 ألف طلب، 165 ألف منهم شكاوى والباقي عبارة عن مقترحات. نسبة التجاوب في أول سنة كانت 50% فقط، ارتفعت في السنة اللاحقة التالية في 2015 إلى 82%، ووصلت في آخر ثلاث سنوات 2018 وإلى 2020 إلى 99%. فيبين يعني مدى التزام الجهات الحكومية بالرد والنسبة العالية. عندنا اليوم طبعا 42 جهة حكومية جميعها تقدم خدماتها من خلال هذا التطبيق. مؤخرا تم إدراج الإدارة العامة للمرور والهجرة والجوازات والجمارك ووزارة العدل، ويجري العمل على إضافة 14 جهة حكومية حتى يكون كل الجهات الحكومية منضوية بشكل كلي للتطبيق. نعم، إذن سعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، شكرا جزيلا لك.